قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل المخصص لوكالة الأونروا بشكل كامل اللي بيبلغ 30%. فشو هي الأونروا؟ هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين بالشارع الأدنى، وبتأمن المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني بالأردن، لبنان، سوريا والأراضي الفلسطينية حتى يتم التوصل لحل لمعاناتهم. والأونروا بتقدم خدمات صحية، تربوية وغذائية. وقف تمويل أمريكا للأونروا اللي كانت أكبر جهة منحة بالعام 2013 وبعد الاتحاد الأوروبي حط المنظمة بموقف محرج مادياً، وبلغت قيمة العجز بميزانيتها 217 مليون دولار أمريكي بحسب الأمم المتحدة. فشو الخيارات المطروحة بوجه الحدث؟ إيجاد مصدر تمويل جديد للأونروا مثل زيادة الدول العربية دعم للمنظمة لتغطي عجزها، وبهالإطار تخوفت مصادر من ضغط أمريكا على دول عربية معينة لتوقف دعمها. ومن جهة تانية ذكرت المصادر أنه ملف اللاجئين ممكن يتحول وفق البروتوكول للمفوضية السامية UNHCR اللي ما بتعترف بحق العودة، وخياراتها العودة الطوعية للبلد الأصلي، وهذا الأمر مش وارد بالحالة الفلسطينية، إضافة لتوطين ببلد اللجوء، والحالة الأخير هو توطين اللاجئين ببلد ثالث. أما لبنانياً، عدد اللاجئين الفلسطينيين بالمخيمات والتجمعات بلغ 174,422 فرد خلال العام 2017 بعيشوا ب 12 مخيم و156 تجمع فلسطيني بالمحافظات الخمس بحسب إدارة الأحصاء المركزي اللبناني. بوجه التطورات أكد وزير الخارجية جبران باسيل أنه ما رح نقبل بالتوطين ولا بالتقسيم، ورح يجتمع مع سفراء الدول المضيفة والمنحة والمعنية بملف الأونروا اليوم على الساعة 4. إذن بعد خطوات أمريكا بنقل السفارة الأمريكية للقدس والاعتراف فيها عاصمة لدولة إسرائيل وتوقيف تمويل الأونروا، بيبقى السؤال هل هيدي الخطوات هي تمهيد لتنفيذ صفقة القرن؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك على صفحتنا على فيسبوك.